طيب نبدا نعمل كنافه المانجا وبعدين نقفل اخر حاجه نصب الايه القمر الدين يكون خد وقته. طيب عندي لكنافه المانجا نص كيلو كنافه، نص كيلو كنافه بحمصها اما في الفرن او بحمصها على البوتاجاز زي ما حضراتكم تحبوا، معاها كوبايه سمنه، وعندي شربات تقيل هو ده اللي انا تقريبا هحطه في ال هحط الشربات ده في الايه يعني هحطه على الكنافه كده كانه مكان الايه او على عسل ابيض ممكن، بس يعني ايه الشربات التقيل دايما بيبقى احلى يعني. طيب عندي كريم شانتي، وممكن مكان الكريم شانتي كريمه خفق او كريمه لباني باودر بتتباع برضو عند مستحضرات الحلواني في محلات مستحضرات الحلواني او عند الراجل اللي حضراتكم هتشتروا منه الكنافه. طيب عندنا الكاسترد او البيستري كريم، هو بيتقال عليه كريم باتيسير، بيتباع باودر وبيتعمل بالمقادير بتبقى مكتوبه عليه بالميه، مفيش مشكله. بس انا النهارده عامله الكاسترد مانيوال يعني عاملاه حقيقي اللي بالبيض واللبن، وهقول لكم مقاديره. عندي مانجو متقطعه مكعبات، وعندي جيلي مانجا انا يعني ايه هستخدمه علشان المع بيه الفاكهه بتاعتي واحافظ عليها لما تدخل الثلاجه. ماشي الكلام، انا بس بقلب كده مع حضراتكم قمر الدين من وقت للتاني عشان ما تدلوش فرصه انه يتلسع. شوفوا المعيار قل خالص، اللتر ده يعمل لنا حاجه حلوه يعني، يعمل لفه كبيره وصاج اكبر من ده او لفتين صغيرين. طيب هبدا اول حاجه بسم الله، هاخد الكريم شانتيه ونروح. الكريم شانتيه اللي انا شارياه هو خام، خام يعني بدون سكر، وده بيتباع عند محلات ايه مستحضرات الحلواني او عند الراجل اللي حضراتكم برضو هتشتروا منه الكنافه، هتلاقوه بيبيع الكاستر والكريم باستري والكريز والفروتي المسكره والحاجات دي كلها. طيب هنروح بقى هنا نحط كده كميه الكريم شانتيه اللي احنا عايزينها. بسم الله الرحمن الرحيم، وعندي ميه بتلج. بسم الله، خلينا ننزل كده الاول ونبدا نضرب شويه ونشوف القوام. ايوه الميه بتلج دي بتفرق جدا لانها بتخليه يتماسك بسرعه. طيب هاخد كده الجيلي، ناخد كده عندي هنا جيلي على كوبايه ميه صغننه. يا خبر معانا مدام منال، صباح المانجا يا صباح الفل. عندك تاخير، اهداء صغير قد كده يا روح قلبي، تعملي اللي انت تأمري بيه اتفضلي. اعمل اهداء للشيف عظيمه واقولها كل سنه وانت طيبه. يا روح قلبي يا روح قلبي، ربنا يخليكي. وبحيي كل فريق الاعداد بتاعها، فعلا ناس راقيه وبجد يعني بشكرهم جدا وخلوني فعلا دمعت. يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي يا مدام منال، كلك ذوق والله، شكرا ليكي كتير كتير. حبيبه قلبي حبيبه قلبي حبيبتي، نورتينا واسعدتينا. بكره ان شاء الله وصفات مولد النبوي الشريف. انا سمعتك والله وبشكرك مقدما والله، وانا بصي انا قاعده متابعه لاني ناويه اعمل فعلا حاجات مولد النبي السنه دي. ان شاء الله تطلع جميله من ايديكي باذن الله. تسلم ايديكي حبيبه قلبي. تسلمي يا مدام منال وشكرا لحضرتك، كلك ذوق، نورتينا وشرفتينا. بصوا بعمل جيلي مانجو هنا عشان يديني حلو كده، يبقى طعم المانجا برضو. بصوا وادي القمر الدين بقلب كل شويه، معلش هو بياخد شويه كده بالنسبه للفائف، وبرضو المرحله بتاعه العصير المكثف عشان لو عايزينه زي العصير بتاع بره اللي بنشتريه ماركات هي نفس الطريقه. انا عليت بس شويه. بصوا الجيلي، تعالوا نبص كده هنا على الكريم شانتيه. بسم الله الرحمن الرحيم، لسه شويه خلينا نزود واحط معاه سكر بودره. هضيف عليه سكر بودره والكاسترد. الكاسترد انا عاملاه 2 صفار بيضه على لتر واحد من اللبن على 3 معالق سكر على فانيليا، يعني خدت البيض خفقت الصفار وحطيت عليه فانيليا وحطيت 3 معالق نشا كورن فلاور، وبعدين خليته كده في جنب، وبعدين سخنت اللتر لبن خدت منه كبشتين على الصفار البيض والفانيليا والثلاث معالق نشا، عدلت السخونيه ورجعت الخليط كله في الحله وبدات اضربه لحد ما بقى الخليط اللي قدام حضراتكم ده اهو كده. هبدا احطه عشان ده بيبقى اسمه الشو بيستري كريم، ما
بصوا الكريم شانتيه بدا اهو يتماسك، وهنا الجيلي المانجا ريحته روعه. انا بعمله بس عشان المع الفاكهه كده من فوق تحافظ عليها فريش وتبقى ما تتبلش في الثلاجه اهو. خليني اهدي سنه، بسم الله. هرفع بس دقيقه، هنحط شويه سكر بسيطه، معلقتين معلقتين بس، لان انا عندي كمان كاستر والمانجا فيها نسبه سكر، وهحط كمان على الكنافه نفسها شويه سيرب تقيل كده. بسم الله. دوقوا بقى دي وقولوا لي دي ولا اللي بتتباع بره. هبدا كده اخد الكاسات هنا. ثواني حبايبي اما اطفي ده. هاخد كده شويه من الكنافه دي، برضو تتعمل بكذا فكره، تتعمل بفكره الكاسات كده، وتتعمل بفكره بايركس كبير. نحط فيه الحاجات الحلوه بتاعتنا دي كلها. بصوا بقى كده خلاص الجيلي غلي، هرفعه من على النار، هسيبه بقى هنا ونبص بص على بصوا بقى بصوا القمر الدين تقل زياده، هتشوفوا بقى دلوقتي. بصوا كده بدأ في المرحله بقى اللي احنا عايزينها اهي. تلاقوا دي بتنزل ببطء، ما بقتش تنزل ايه بسرعه. هنسيبها برضو 5 دقايق دول. تعالوا بقى ناخد، انا عايزاه كريمي قمر كده. تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، بس احط منديل هنا. لو نزل منديل يعني نزل اي صوص ولا حاجه. وهناخد بقى هنا بسم الله. قبل ما اعمل ده خليني الاول ايه اخد شويه من الشربات. خلي دي هنا هنا على الكنافه، بس حاجه بسيطه قوي كده. الكاسترد ده بقى فيه كمية فوائد غير طبيعية. بصوا بقى الصوص ده يجنن. عايز اقول لكم ده مصدر كويس جدا الكاسترد ده للبروتين، لان فيه نسبة بيض كمان، فيه فيتامين ألف بيقوي المناعة، فيه نسبة كالسيوم بيقوي الأسنان والعظام. تعالوا بقى ناخد كده كام منجاية في النص، هنحط طبقة تاني. عايزه اقول لكم الامهات بتعملوا للاطفال بيبقى زي بديل للحاجات اللي بتشتروها جاهزه يعني. هنعمل ان شاء الله. حضرتك محتاج كاس اكبر؟ حاضر يا فندم، حاضر، انت تؤمر يا فندم. هنعمل بقى واحده كبيره كمان ترضي كل الاطراف. وهناخد طبقه تاني. خليني بس الاول، ايوه هو ده الكلام. خلاص انا هرفع ده هنا، اسمحوا لي هسيبه يهدى. نكمل بس الكاسين دول. حط بقى المانجا كمان من فوق كده. كام واحده مانجا؟ الكنافه دي ظهرت امتى بقى؟ دي ظهرت في عصر معاويه ابن ابي سفيان. اتقال ان اهل الشام عملوها له عشان يتسحر بيها في رمضان. انتشرت بقى في جميع البلاد واتسمت بكنافه معاويه. وفي ناس قالوا ان اصل الكنافه دي رجعت لاصل الفاطميين في القاهره. اتعملت للخليفة المعز لدين الله الفاطمي وهو داخل برضو القاهرة في شهر رمضان الكريم. شايفين كده؟ تمام.
هننظف بس هنا، ناخد بس انا عايزه ده بقى عشان نعمل واحده كده ايه حقيقيه رائعه، وبعدين ننظف الحاجات دي وهنعمل بقى بالجيلي فوق الفاكهه دي. تعالوا بقى ناخد الطبقه الحلوه دي، خليني اشيل ده واجيب لوش بقى حلو ياخد كميه كده حلوه نصب بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناخد كده الاول طبقه من الكنافه المقرمشه اللي عملناها بالسمن، قطعوها. اهم حاجه في الكنافه عشان تبقى مقرمشه خلوها في الفريزر تشد شويه، وبعدين خدوها كسروها واضربوها في الكب جرشه خفيفه ما تنعموهاش قوي. اهو ادي كده طبقه حلو. وبعدين ناخد بقى السيرب التقيل، الشربات اللي احنا عاملينه، وممكن مكانه عسل ابيض خفيف. ليها انواع كتير الكنافه، في ناس بتحبها بالقشطه، اهل الشام كلهم بيحبوها بالقشطه، اهل مكه المكرمه بيعملوها بالجبنه اللي من غير ملح، بتبقى بالنسبه لهم عن باقي الانواع مختلفه. اهل نابولس بيعملوها نابولسيه اللي هي تعرف باسم الكنافه النابولسيه. بلاد الشام بقى هي اللي بيتقال عليها المبرومه او المفروكه اللي هي بتتحشي بقى لوز وبندق، بندق او فستق. بصوا في مصر بقى احنا اللي اخترعنا المانجا الحاجات الحلوه دي بقى، الاختراعات دي بتاعتنا احنا، تحسوا لمساتنا موجوده في كل حاجه. شويه كنافه، شويه مانجا كده، وبعدين هناخد طبقه كنافه تاني كده عشان كل واحد ياخد بالمعلقه ايه يتبسط ان هو في فوق زي تحت، مش يا حرام يتظلم كده. دي بقى بتبقى رائعه الحقيقه، من الحاجات الجميله قوي. برضو هاجي كده رشه بسيطه خفيفه من السيرب تدي كده طعم حلو، شايفين ازاي؟ وبعدين هناخد القمر ده، شايفين انا عايزاها كريمي ازاي عشان تتبسطوا بيه، مش عايزه اضرب الكريم شانتيه يبقى تقيل، انا عايزاكم ده هيشد في التلاجة، بس انا عايزاه تستمتعوا بيه ويبقى مش كريم شانتيه هش كده. طبعا الكاستر هيديله طعم روعه عشان حضراتكم تبقوا عارفين. تعالوا بقى ناخد باقي المانجا دي، شايفين الجمال؟ ايه ده؟ ايه اليوم المانجا الحلو ده؟ زمان كانوا ساعات يدلعوني يقولوا لي عظيمه يا مانجا. معرفش عشان هو الراجل كان بتاع المانجا تقريبا بيمشي ويقول ايه عظيمه يا مانجا يعني على المانجا بتاعته ولا ايه؟ فكنت يعني بستغرب قوي انه ايه؟ كنت اقعد اقول لبابايا هو ليه بيقول يا مانجا؟ ليه بيقول عظيمه؟ ليه بيقول اسمي؟ فبابايا كان يضحك يقول لي هو بيمدح على المانجا بتاعته فبيقول عليها عظيمه يا مانجا. ده كده شرف للمانجا جامد قوي. لا لا المانجا دي ليها شخصيه مستقله لازم نحترمها بصراحه. وطبعا مش قادره اقول لحضراتكم، هناخد دلوقتي الجيلي بقى الحلو اللي احنا عملناه اللي بالمانجو، سيبناه يهدى شويه ما يبقاش سخن قوي، نلمع بقى ايه الفاكهه بتاعتنا الحلوه دي، حتى لو نزل على الوش كده منها مش مشكله، بس عشان وما يبقاش سخن قوي عشان ما تتبلش برضو، انا عايزه في الاخر احافظ على الفاكهه، مش عايزه ايه احط عليها جيلي سخن. شايفين اللمعه الحلوه دي؟ وهعمل كده على الكاسات برضو وهنلمعها دلوقتي حالا بشكل جميل. ناخد دي نشيل دي بقى خلاص.